معانا على التليفون نائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 سياده النائب. سيادة النائب ازاي حضرتك؟ وبرحب بحضرتك وكل الضيوف الكرام اللي مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. احنا معانا داخل الاستوديو دكتور عفة السادات ودكتور رضا فرحات، وبنتكلم بطبيعة الحال عن الانتخابات الرئاسية. وانا اعلم جيدا طبعا انه عندكم في تنسيقية شباب الاحزاب في غرفة عمليات للمتابعة. من خلال الغرفة ومن خلال متابعتكم ومن خلال واقعك النيابي كنائب مجلس الشيوخ سيادة النائب، شايف هذا المشهد الانتخابي حتى هذه اللحظة؟ أنا شايف اللجان العامة بتعلن في بيانات وفي أيضا نسب للحضور، بتقراها إزاي؟ طيب خليني في البداية أقول لحضرتك شوية حاجات انفردت بيها الانتخابات الرئاسية 2024. حلو. أول حاجة مهم ان احنا نتكلم عليها وكنا حابين نتكلم عليها بعد انتهاء المشهد الانتخابي، ويمكن حضرتك اول واحد هتسمعها مني. يعني اولا احنا بنجري انتخابات رئاسيه في ظل قانون طبيعي، ولاول مره من عشرات السنوات ما نبقاش عندنا حاله طوارئ، وده امر مهم جدا جدا ان احنا الغينا حاله الطوارئ من سنه 2021، واحنا حاليا بنتعامل بالقانون الطبيعي، وده دوليا وعالميا ليه اثر مهم جدا، وحضرتك والساده الحضور عارفين ده كويس. رقم اثنين، احنا عندنا مشهد بالغ الاهميه لازم نرصده، وهو ان عاده من 2011 وحتى الان جميع الاستحقاقات كان يشارك في التامين القوات المسلحه، ولكن هذه الانتخابات يشارك التامين فيها بالقوات الشرطه المدنيه فقط دون مشاركه القوات المسلحه، وده معناه حاجتين. اولا ان هناك حاله اطمئنان للاستقرار الداخلي في الدوله المصريه، وان الشرطه المدنيه اصبحت لديها القدرات والامكانيات اللي تخليها تقدر تكون قادرة على حماية الأمن الداخلي حتى في الاستحقاقات، ودي برضو حاجة مهمة جدا ولها رسائل أمن وأمان خارجية أكثر منها داخلية. رقم ثلاثة يا فندم والمهم جدا، أن هذه الانتخابات بها أكبر نسبة مشاركة من المتطوعين الشباب في تاريخ الاستحقاقات اللي احنا شفناها كلها على مدار العشر سنوات اللي فاتت. لو ضربنا على سبيل المثال الحصر، هنلاقي ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين لوحدها وصل عدد المتطوعين معاها اكثر من 20,000 متطوع. الحملات الرئاسيه الاربعه المتطوعين فيهم من الشباب تخطوا عشرات الالاف، وده بالنسبه لنا مؤشر مهم جدا ان الشباب اصبح مهتم بالتطوع في مصر ومهتم بالاندماج في الحياه الاجتماعيه والسياسيه، وده على فكره مؤشر محتاج ان احنا نشتغل عليه الفتره الجايه ونبني عليه كتير جدا. خليني اكد على حضرتك ان النواه للتطوع في مصر وللعمل التطوعي كانت حياه كريمه، لانها هي اللي اجتذبت الشباب في العديد من القرى والنجوع، لكن المتطوعين في جميع انحاء الجمهوريه ده نوع من انواع إن الشباب أو الأجيال الصاعدة عايزة فعلا تندمج في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. كمان مهم إن أنا أقول لحضرتك إن إحنا كنا بنلقب الأعمار السنية من 18 ل 25 هي الحصان الأسود في هذه الانتخابات. ليه؟ لأنهم أولا ما شاركوش في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ما كانش كان سنهم لسه ما يسمحش. الحاجة الثانية إن إحنا في التنسيقية زرنا حوالي 52 جامعة ومعهد، وشفنا إن الشريحة العمرية دي قد إيه مهتمة بالانتخابات دي ومهتمة بالأحداث السياسية في مصر، خصوصا بعد الأحداث الخاصة بغزة والخوف على القلق على الحدود والأمن القومي المصري اللي تصدر لنا بشكل كبير جدا. صحيح. تعدد المرشحين ده كان أحد الأسباب المهمة جدا إن يبقى عندنا مصداقية، وإن الشباب يحسوا إن هو فعلا في عندنا حراك انتخابي. بالمناسبة انتخابات الرئاسية 24 هي تتميز بإن فيها أربع مرشحين، وده أمر ما حصلش من سنوات عديدة كثيرة جدا. كل الحاجات اللي أنا شرحتها لحضرتك دي حضرتك خلت إن كانت مؤشرات بتقول إن إحنا هنشوف مشهد انتخابي مختلف. جالنا انتخابات المصريين في الخارج ادت لنا مؤشر اكبر او نزعة تفاؤلية اكبر، لان شفنا دول ما كانش فيها انتخاب، شفنا ولايات في بلاد ما كانش فيها انتخاب، كثافات انتخابية تختلف تماما. كل اللي بحكي لحضرتك ده كانت ترصده غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والمركز الاعلامي كان بيحاول ان هو يطلعه للناس بقدر الامكان. عظيم. حقيقي احنا في عرس انتخابي بمعنى الكلمة، احنا بنحصد
نتاج بناء ديمقراطي بنشتغل عليه من سنة 2016، وأنا حابب أأكد لحضرتك أن انطلاق مؤتمر الشباب اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 كان النواة اللي احنا بنينا عليها كل اللي احنا فيه ده، لأن بصراحة العملية كانت عملية تدريجية بحتة، وكانت تمصير للتجربة الديمقراطية، يعني بنصنع ديمقراطياتنا بأيدي مصرية خالصة دون أي فرض أو وصاية من أي حد برانا، خلانا نوصل للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحديدا على المصطلح الأخير، تمصير التجربة الديمقراطية المصرية.